في العراق لا تلبث أن تنكفئ أزمة حتى تستعر أخرى بنمط مختلف وأهداف متباينة. وما إن أسدل الستار على الوزارات الشاغرة أو يوشك فإن عقدا أخرى في حبل المشهد السياسي المأزوم تزداد تشابكا وقد لا تجد طريقها للحل. وزارات سيادية ومناصب رفيعة تدار بالوكالة لسنين طويلة كلفت البلاد أكثر من 350 مليار دولار. هدرت عبثا بحسب النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي الموسوي أكد أن هناك توجها في البرلمان لإنهاء المناصب بالوكالة في الثلاثين من حزيران المقبل منتقدا بالوقت نفسه غياب معايير اختيار الوزراء في حكومة عبد المهدي وعازيا تأخر استكمال التشكيلة الوزارية إلى صراع الإملاءات والإرادات بين الكتل السياسية صراع الإرادات فتح له باب آخر بالحديث عن طلب لتحالفي الفتح وسائرون بالغاء مجالس المحافظات او تجميد عملها لحين اجراء الانتخابات المحليه المقبله. سبب الطلب افصح عنه النائب رياض المسعودي بالقول ان مجالس المحافظات لا تؤدي دورها في مراقبه عمل المحافظ وفي اغلب المحافظات يمتلك المحافظ المال والسلطه فيستطيع ان يتحكم بالاعضاء. وبالتالي لم يعد لتلك المجالس اي دور رقابي او تنفيذي حقيقي. توغل اعمق في التفاصيل يقود الى السبب الاهم صراع المناصب فقد اكد المسعودي ان مجلس محافظه بغداد يدار من حزب واحد حكم البلاد خلال السنوات الماضيه في اشاره واضحه لحزب الدعوه ولذلك اتجه تحالفا الفتح وسائرون لتجميد عمل مجالس المحافظات. وما بين صراع على مجلس محافظه او حقيبه وزاريه انتهى الامر بالعراق بصورته الحاليه الى دوله لا تملك من مقومات الدول على الارض شيء سوى شعارات ووعود ومناصب اسميه بينما يقبع الحاكم الفعلي للبلاد خلف عباءه خارجيه او فوهه بندقيه